ايفون اكس وكأس العالم وديسباسيتو، هذه هي الموضوعات التي كانت من أكثر الموضوعات بحثا عبر الإنترنت، وهي من ضمن عدد كبير من موضوعات أخرى شغلت الناس طوال عام 2017. فقد أطلقت جوجل تقريرها السنوي عن أكثر الموضوعات التي تم البحث عنها طوال 365 يوما. وطبعا مشاهدينا، قبل الحديث عن حصاد الأكثر بحثا، نشاهد هذا الفيديو والذي نشرته شركة جوجل، والذي تظهر فيه الأحداث الاجتماعية والطبيعية التي حصلت حول العالم هذا العام. نتابع هذا الكليب ومن بعدها نستضيف محمد عادل المدون التقني ومؤسس صفحة تكنولوبيا. Push forward. Are you ready to? It takes an act of love to realize we are all in this together. We have made history tonight. Look at that. Longevity. It's emotional. I can't explain why, but it is. I'm asking that you guys join and mobilize with me. I will say it right now out loud. Me too. Me too. Me too. Me too. No, no. Put your hand back on, bro. You want to shake it, bro. The things that make us different, those are our superpowers. Go out there and conquer the world. Because the world would not be as beautiful as it is if we weren't in it. دعونا مشاهدينا نستقبل في الاستوديو محمد عادل، وهو المدون التقني ومؤسس صفحة تكنولوجيا. صباح الخير محمد. صباح الخير عليكم. صباح الخير محمد، أهلا وسهلا. يعني في البداية، ما هي المواضيع الأكثر بحثا؟ تابعنا الانفوجراف ورأينا مواضيع متنوعة، ما هي المواضيع التي شدت الناس بشكل كبير؟ مبدئيا كل سنة وانتم طيبين. طبعا خلاص العام بينتهي. جوجل أصدرت فعلا تقريرها السنوي من أهم 10 موضوعات، أو كانت على رأس اهتمامات المستخدمين في 2017 من حيث الموضوعات التقنية. طبعا هواتف أبل اكتسحت القائمة بشكل كبير، آيفون 8، آيفون إكس المركز الأول والثاني. في المركز الثالث حل جهاز نينتندو الجديد، عودة قوية جدا لنينتندو لسوق الألعاب بجهازها سويتش، واللي حقق مبيعات عالية جدا. في المركز الرابع كان موبايل نوكيا، طبعا عودة برضو لموبايل نوكيا 3310 الإصدار الجديد اللي كان فيه كاميرا طبعا وتصميم مختلف تماما عن اللي حصل قبل كده. ده في المركز الخامس. في المركز الرابع جت سامسونج موبايلها S8 جالاكسي، طبعا شغل المستخدمين بشكل كبير برضو في بداية السنة مع نزوله في نهاية مارس. في المركز الخامس جت شركة أوبو بموبايلها الجديد أوبو F5، على الرغم ده كان في المركز السادس، أنا آسف، على الرغم إن هو كان نزل من حوالي شهرين، ولكن شغل الناس بشكل كبير ان هم يعملوا سيرش عليه على جوجل. في المركز السابع، وطبعا بقيه المراكز بالكامل كانت كلها من نصيب الهواتف الذكيه، وكانت بشكل كبير مركزه على الهواتف اللي نزلت في النص الثاني من عام 2017، من ضمنهم موبايل رازر فون، كان اول موبايل يكون موجه بشكل كبير جدا لجمهور الالعاب. كان كمان من ضمنهم موبايل هواوي اللي هو برضو نزل في نهايه العام، اللي هو ميت 10.
والكاميرات يعني هاي والعجلة اللي صارت على الهواوية كمان كانت عشان كانت كبيرة جدا يعني الإخراج أو كاميرتين ورا وكاميرتين قدام أربع كاميرات واللي بالزبط. كانت على آيفون كانت عشان بشكل كبير التركيز كان على يعني أنت تكلمت هلأ عن الأمور الموضوعات التقنية يعني خلينا نتكلم بشكل عام بشكل عام الناس بشو كانت مهتمة يعني 2017 2017 كانت سنة شوية حزينة أو درامية شوية على الناس كان في كوارث طبيعية كتير كان في فيضانات فيضان إرما فيضان ماريا الفيضانين أثروا بشكل كبير جدا في في في, في دولة الولايات المتحدة وكمان في بورتوريكو طبعا يعني بورتوريكو سواء من حيث الإعصار اللي ضربها وأثر فيها وهدها بشكل كبير وكمان ديسباسيتو يعني أكيد. الجنبين كانوا مؤثرين جدا على بورتوريكو نشطت السياحة بشكل كتير كبير بشكل عظيم الاقتصاد انتعش بشكل كبير جدا خلال 2017 برضو من الأحداث اللي شغلت العالم طبعا كاس العالم احنا بنتكلم على تصفيات وبنتكلم على اسماء كبيره جدا خرجت خلال 2017 ما تذكرني مين كاس العالم لو سمحت ما تذكرني انا مش شجع ايطاليا ما بقتش عارف مين هشجع بعد خروج اسماء كبيره جدا مش عارفين يعني انا كمحمد انا هشجع مصر يعني احنا صعدنا كاس العالم احنا عندنا دول عربيه كتير صعدت كاس العالم صحيح السنة. يعني هذا بالزبط. اللي كان الجزء الايجابي بالموضوع يعني طيب يعني خلينا نتكلم طيب على اكثر الدول العربيه اللي يعني لقت كانت تهتم بال ان هي تبحث عن المواضيع التقنيه والفنيه والسياسيه من أكثر الدول اللي ترأست في جوجل الاهتمام بشكل كبير كان جاي من دولة الإمارات يعني دولة الإمارات لما جينا نشوف السيرش على آيفون 8 وآيفون إكس وكمان نوكيا 3310 كان بشكل كبير جدا كان جاي من الإمارات وكان في تركيز عالي قوي يعني احنا بنتكلم ان الإمارات دايما كانت ضمن أول 10 دول بتسيرش على جوجل على المواضيع التقنية ده بيرجع لكذا حاجة ان الشركات العالمية أصلا بشكل كبير بتركز في الشرق الأوسط على دولة الإمارات نتيجة التطور الكبير اللي وصله له من حيث التقنيات الحديثة من خلال كمان يعني القوة الشرائية الكبيرة للمواطنين هناك فطبعا الشركات بتحاول تستهدف المواطنين في الإمارات وده بينعكس دايما ان الإمارات بتبقى من اول الدول اللي بينزل فيها اي جهاز جديد ينزل في المرتبة الثانية كانت دايما لبنان وكانت برضو مصر يعني لبنان مصر وبنتكلم برضو عن بعض الدول العربية الأخرى اللي كانت برضو بتهتم بس كانت دايما بتخرج عن نطاق أول 10 مراكز بنبدأ نتكلم فيما بعد 20 وانت نازلة جوجل بتعطينا بآخر السنة نتائج كل دولة على حدا ولا بتعطينا نتائج عالمية لا لا بتكون في تقرير مفصل مش كل دولة طبعا مش كل دولة في دول العالم ولكن الدول اللي دايما بيكون فيها معدل السيرش عالي على مصطلحات أو كلمات مفتاحية بينها يعني هو دايما بيهتم في الدول العربية بمصر بيهتم بالسعودية بيهتم طبعا بدولة الإمارات طيب خلينا نتكلم عن البيتكوين بالضبط بيتكوين اللي ارتفع كتير بنسبة كبيرة هذا العام بالضبط احنا بنتكلم في 2000% يعني أنا لحد دلوقتي احنا كل ما بنتكلم عن البيتكوين في حلقة من الحلقات بنلاقي فرق كبير من حلقة لحلقة أنا بندم يعني بشكل كبير ولكن الحمد لله يعني في توقعات من يومين أو من ثلاث أيام تقريبا خلينا نقول الأسبوع اللي فات حصل هبوط شديد نعم. جدا وصل ل 11000 دولار بعد ما كان وصل ل 20000 دولار ل 20000 دولار لانه بعض الدول محمد منعت استخدام البيتكوينز بالضبط يعني في تطبيق صار في اجراءات مشدده على موضوع البيتكوينز شو صار شو اخر الاخبار الاتحاد الاوروبي مؤخرا عقد في جلسته الاخيره كان بيتكلم وكل الدول كانت يعني مركزة بشكل كبير ان هو يكون في زي تشريعات او قوانين بتنظم وبتقنن موضوع استخدام وتداول البيتكوين وخصوصا من ناحية يعني روح البيتكوين وهي مجهولية او جهل او يعني عدم معرفة صاحب او المتداولين او هوية المتداولين لا. بتوع البيتكوين طبعا لو اتكشفت هوية المتداولين البيتكوين اصلا هيفقد قيمته لان هو في الاساس بيستمد قيمته من جزئية الخصوصية انه مش اي حد بيعرف مين بيتداول ايه فانت دايما محمي بيتحول لكاش طبعا في بعض الدول بالمقابل منعت انه يتحول لكاش هلا في دول بضل مجدي للناس يعني انت ندمت شوي بس بتنصح الناس تشتري اليوم بنصح الناس تشتري بس يعني لو هنتكلم انت هتشتري هتستثمر فلوس كتيره جدا هتحتاج تصرف على البيتكوين الواحد لو هتشتري بشكل مباشر مش هتعمل تعدين طبعا التعدين قصه تانية خالص هتشتري بشكل مباشر محتاج تصرف 11000 دولار او 13000 او 15000 دولار في عمله واحده
بس في المقابل انت متوقع في معدل زياده ممكن يوصل ل $40,000. فطبعا من 15 او من 11,000 ل 40,000 في حيز ربح كبير مغري جدا. يعني تخيلي يعني اكثر من الضعف، ضعفين. انت من اكثر الاشخاص اللي اربع اضعاف اذا هذا الماكسيموم. خلينا نقول ضعفين هيك عم نتواضع. فتيجي نجرب؟ انت بدك تجربي؟ جربي انت. خساره واحده. طيب يعني فاضل ايام وتنتهي السنه، يعني خبرنا عن الشركات التقنيه اللي يعني ما حققت الايرادات المطلوبه، خسرت هذا العام. خلينا يعني من ناحيه الارقام لسه الشركات ما طلعتش بيانات رسميه، ولكن خلينا ناخد نظره عامه كده على السوق، مين اللي كسب فعلا وقدر يكسب المستخدمين في 2017 ومين اللي ما قدرش وخسر المستخدمين في 2017. لو هنتكلم عن اكتر ثلاثه قدروا يكسبوا المستخدمين، فاحنا بنتكلم على طبعا بشكل كبير جدا شركة جوجل قدرت تكسب المستخدمين بشكل عظيم جدا مع هواتفها بيكسل 2 بيكسل 2 XL. الموبايلين كانوا محققين نجاح هايل جدا من ناحية الكاميرا، من ناحية الأداء. الشركة الثانية برضو اللي قدرت تكسب المستخدمين وبشكل كبير شركة أمازون. أمازون مع دخولها طبعا الوطن العربي من خلال صفقتها للاستحواذ على أحد الكيانات العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية بحوالي $500 مليار. فاحنا بنتكلم عن شركة أمازون قدرت ان هي تصدر صورة ليها على مستوى 2017 من ناحية الابتكار، من ناحية الإبداع. في تقرير مؤخرا أكد أن هي تغلبت على جوجل وعلى أبل كمان من ناحية الابتكار والإبداع في 2017. الشركة الثالثة برضو اللي قدرت تكسب كانت شركة تويتر. البعض هيستغرب أن تويتر قدرت ترجع تاني. مؤشر أسهم تويتر من حوالي أسبوعين قدر يكسب كذا نقطة تاني، قدر يحقق معدل ارتفاع 30% في 2017. مع انه واجه مشاكل. واجه مشاكل كبيرة جدا. تويتر بقاله تقريبا بنتكلم في حوالي 3 سنين. مفيش معدل زيادة في عدد المستخدمين، مفيش اعلانات، في كيرف بينزل، في مستخدمين بيخسرهم، في خسائر كبيرة مادية كمان. اليوم رجع عم بيطلع. قدر يرجع تاني لما قدر يسيطر على بعض المشاكل اللي كانت عنده، وخصوصا من ناحية يعني عمليات التحرش بالمستخدمين في الرسائل النصية الخاصة، وكمان عملية الإبلاغ أو سرعة الإبلاغ عن المحتوى الغير أخلاقي على المنصة. مين خسر بشكل كبير؟ طبعا وبلا منازع فيسبوك خسر خسارة فادحة في 2017، خصوصا مع فضيحة الإعلانات الروسية اللي تدخلت في الانتخابات الأمريكية الرئاسية 2016. طبعا كمان موضوع ان هو بدأ بيبقى فيه خلل في سيستم فيسبوك من حيث التحكم وعملية تنظيم المحتوى وتقنين المحتوى. يعني بقى فيه عمليات كتير جدا بتحصل ان أكاونت بيتم حجبه بدون سبب، محتوى بيتم حذفه بدون سبب برضه. نعم. دي مشكلة كبيرة جدا. نعم بالتأكيد، يعني سنتحدث عن تفاصيل هذه الأمور وأنت معنا إن شاء الله. أكيد. محمد عادل كل أسبوع. نشكرك كل الشكر على وجودك معنا. شكرا لكم. صباح الخير. المدونة التقنية ومؤسسة صفحة تكنولوجيا. شكرا.